لح عادو يددكو كوغرنع كران سيدو كلانا أدكو أي كرتو شرفتا دي سمعادا دا صاحب يا المقال كينا موحين كو يجي دونا هبداقنا ددك قاريك ولم مغضيني فدوديهين ولو اغادينين خطير كو يهين حالادا نفسيقى قفك بني آدم كأه سيدو كلانا دي ليسا شرفتا دي سمعادا دا هدبا صاحبيتينا المقال كينا اوقد قلموحان كاعد صنايا انا لايكي فلوات رهوات نقصو بيرتو هدي عندنا غلاص عطرنك يوتيوب سبسكرايب لو كم النقاص حابتا نقمتك اه شير قريو برام تشين غارسيا اصحابا وهو باشي اهد اضنين ايا اني فرين تاني اي قادو وحيابه قمهم سنة قفك بري آدم كان ربي سبحانه وتعالى اوهي بي واحا كم ذا شرفتا شرفتنا وواحا قمهم سنة قفك انو الى شداء تهي سيو نرشي سوسي جرتو واحا قوين او ربي سبحانه وتعالى انو هدي يدي وشرفتي اسمع دا دادك قاركي ايا شرفتو ذو وحي او استعمالان كلي يسيء هلان لعق يمقع وحينا كتنتان شرفتو ذو اسمع الدو ذا قضو بدران كلو داق دونا وحي مهم ويهين سي ادو الى لسو حرير كاد برشيدة للي دهي سيدو كلنا ادو الى شطو شرفتا ذا يسمع الدادا بينتا بدن اسمو جنتا يينو قفكو اما دادك لونا قيسة تسو ايا دادك قاركو كو كلفيني بين شيغان بينا هاي آدكو قد ريان وحا كمي ذا اني بمبونيان قولوهو ذي هرمركا يقارين اما با يسو كريين حقيقة بينتو قورا يقاربا واي فرشلنتا مركي بلشود اوغاتنا وحا عبورانتا انو هوسو دعو احترام كي وناقي قفك اللوها يي تاني سبب او نقن ميسو اناد وحشو ان كاهين اناد انتي هراد هيسي اتكو ويدو صدو كلنا اتكو ويدو شرفتا دا يسمع دا دا اسكتشير بين اناد شاكتو حتى هادي اي يرتهي اما بعد امسنتا اناي تهي بين ان ريال ريال لغو اغان كرينين رونتي دا عدن مدا وحدا ملوا عنان بدنان واحد شرا داد قلاداتك كرد عاية قففك ورا دي سبب عدك لكتمد اما عنان تعدك لوحن باريا وحن يصدر سنين ان قفك وقرن وهي قلدات كيسا اي استان او تهي انو يهي قفن حلك سهين هولا دا قونتي دي حرفت دي دلي دهي هاو قد شوك سن عبسيات كقبت اني قلد كارد عو هادو قف كارد عنا هاو شاد هاي سي قيمة وقادو مسولي دا دا اديوان كاق بنين وشاق عدي تهي انو اغاتو قلد كاس وحكريا مهيم كايهي وينا دراسي سو سيدا وحود عين سودو كلنا اتكلب بحضو عشرات كوبت بادو قلادات كدنبه اي كسوماري لها حقرسن درين كاق دبتا انو قفك درين كيسا دبتا اقريا وعلامات موچن سنانو كدع لهين قلاقل كي لما عامل كبل شده كو حيران واحد شلا سببك لدوانو قفك كو كليف انو درين كيسا قريو وان كل قرسان هاي هو مهيم مررفر بادن انا درين كاق كريا اذيك هو كوبنادو برسي لكن خبرادا وحي سلوا فقسيهين انا تشوك تيسو اد عاديستو انا مركز درين كاق قريسو انا تهي علامات فلي نماء كود دال انا درين كاغا موجسو حتى هدي اي تهي حالات ادك هواشي واحد نقون دونتا قف ميل بريرا كردي بتفك رديهيسا واح كستو قلدو اركو يحل كستو بنان من نقون نسيت قف آموسا او مركا لغا صوب حشيركا اما ماشي دادكو سلو تشوغين مركا سكا قوما ما يخلاداتكي يا درين كيسو قرصدي ماشي اللي سلو تشوغو كشيك درين كاغا واحد اركيسو واحد نعبيسانيسو واحد كوديبايا يسودو كلاي dibaato kasto jirta iyo xalkeeda markasta isla qoman waa dabeecadda aadamaha in la kala aragtida wanaado in laba qof ay dood dhex marto waa muhiim hadii dood aragti is dhaafsi la isla yimaado in aragtidaada si cilmi iyo aqal ku dhisan aad u difaacdo laakiin ha noqon qof markasta ku hawlo rumaynta fikirka uu qabo xitaa hadii sheeko caadi la wadaagayo ogow in dadka kalena ay xaq u leeyihiin in aragtidoodu muujiyaan xitaa hadii ay taadu saxan tahay in dood kasta ku gacan saraysa yaanu noqonin ujeedadaada ugu weyn balse ha noqoto in aragtidaada aad soo dhigto muujiso oo aad cadeyso xitaa haddii qofka ku dhageysanaya aanu ku qancin qof kasta ha ceeb la'aado wax kasta ha ceeb la'aadaan in hawl kastaad qabanaysay noqoto mid ceeb la'aana oo dhammaystiran waa arrin wanaagsan oo aad u qurux badan waana wax ugu fiican ee aadamuhu dhammay higsadaan markay hawl u dhaqaaqayaan laakiin su'aasha muhiimka waxay tahay suurtagal ma tahay in wax kasta ceeb la'aan ku dhammaystirmaan jawaabtu saaxib waxay tahay waa maya suurtagalna ma ahan adduunyadan ay ku noolahay ayaaba sagaal ah oo aan abidkii toba noqon haddii aad ceeb la'aan wax kasta raadsanaysid khubarada caafimaadku waxay kaaga digayaan keliya inaad caafimaadkaaga iyo naftaadaada ilaaliso hawl kastood bilaabasa sida ugu qorxda badan u qorshee adigoo aqoon iyo waayaragnimo u adeegsanaya una tala badsanaya laakiin ku sii talagal in shay kastaa fashilmi karo amaba sida aad rabtay aanay noqon karaynin dib u dhigashada badan hawlaad maanta qaban karto beri ha u dhigan waayo ma hubtid caafimaadkaaga beri hawl kugu soo kordhi doona ama xitaa noloshaada
haddii arin muhiim ah dib dhigato waxa hubaala si aan dareemeynin inaad u waayo doonto fursado badan oo muhiim ahaan lahaa oo noloshaada iyo taariikhdaadaba wax weyn ku tari lahaa dib u dhigashadu waa dilaaga waqtiga sidoo kalena fursadaha dib u dhigashadu waa dilaaga waqtiga iyo fursadaha hawl kasta waqtigeed ku qabo waqtigaad awoodo ku qabo haddii ay suurto geli weydo waa caadi laakiin dib u dhigashada ayaan wanaagsanayn saaxib yaalitaa waxaan noogu eeg muuqaalkeena maanta intay ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka la midka ah waxaan idin leeyahay nabadgelyo.